شويكم بالتعديل الجديد. يعني شغلات خفيفة البداية، شرينا إضاءة، وحين ركبنا ثلاث رفوف، حطينا أجزاء الأغراض، باقي أغراض هنا طبعاً. طبعاً هذه الأغراض تقريباً 30% من الأغراض اللي عندي، في أغراض عندي في الغرفة الثانية، في أغراض عندي في الدولاب، في أغراض عندي برا بس ما في مكان أحطهم، فتعديل خفيف. يعني أتمنى إن شاء الله إذا كبرت القناة بعدين. شيء ثاني اللي راح أشتري إن شاء الله للقناة دعمكم راح أوصل له، أغير الكاميرا، لازم الكاميرا عشان أشتري مايك لها، لأن الكاميرا اللي أستخدمها أنا ما فيها مايك، فأتوقع التعديل الجاي لازم إني أوضح المايك أو أعدل الصوت. باني الإضاءة عندي أوكي، كاميرا جديدة ومايك، يعتبر كذا كملنا. فخلينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح استعرض معاكم هذه القطعه، طبعا راح اتكلم عنها الحين ان ايش فائدتها والاشياء دي كلها. بدايه، الكل يعرف ان في القناه سويت تقريبا فيديوهين طريقتين، هذا احسن شيء في الرفوف ذي اني على طول دام موجود خلاص اشرب. البطاريه الاولى كانت هذه موبي وسويت لها استعراض وكل شيء والرابط موجود في القناه. البطاريه الثانيه هذه وبرضه سويت لها فيديو والاستعراض حقها في القناه موجود وكل شيء. للاشخاص اللي شغلهم كثير في الخارج مثلا يطلعون برا او ان بيصورون كثير او انه ينقطعون برا يعني عن اماكن فيها شحن يحتاجون ذي البطاريات. بالنسبه لي ما احتاجها كثير، احتاجها مثلا لو طلعت هنا كامبينج، يعني طلعت برا مكان يوم كامل والشبكه ضعيفه وبستخدم الجوال كثير، هذا الشيء الوحيد اللي احتاجها فيه. بما اني في الجامعه، الجامعه في كل مكان فيها اماكن شحن وما احتجت، يعني في السمستر واحد يمكن احتاج مره مرتين اشحن جوالي، لان اكثر الوقت اني اشحن جوالي واجلس من النوم مشحون 100%. لكن شفت اليوم عرض للقطعه عندي اياها موجوده من امازون، هذه قطعة مثل ما تشوفونها راح نتكلم عليها وكل شيء الحين. قلت اشتريها وتستاهلون انتم، اسوي لكم مراجعة عليها اللي يحتاجها واتكلم عن مميزاتها وكل شيء، لكن جاتني بقطعتين ما ادري هذا الشيء الثاني شنو، هل حامل الشاشة ما ادري والله، بس خليها فتحة واشوف عنها. اوكي كاتبين هنا رسالة منهم، يعني ظرف وحركات، يعني تعتبر ظرف اطلع يطلع رسالة. طيب الديزاين وكل شيء، لا والله مو بحامل، استيكرات مسوين التضاريس والاشياء ذي كلها تقريبا. اسوي فوكس هنا، اللي ماخذ كالكثري يعرفه او اللي دارس الاشياء ذي الخرائط الاشياء ذي يعرفه. رسين رساله شكر والاشياء ذي كلها موجوده، واستيكرات مثل ما تشوفون، هذا الاستيكر الاول، هذا الاستيكر الثاني، هذا الاستيكر الثالث. طيب هذا خلصنا من القطعه ذي اللي رسلناها لي، نجي نفتح معاكم الحين السلك هذا او الشاحنه والبطاريه. طيب هذا هي البطاريه مثل ما نشوف، او السلك ما ادري وش تسمونه، سلك باتري، المهم هذا هو. نفتح معاكم ونشوف ايش ميزاته والاشياء ذي كلها. من ما فتحها كذا بس خلص الكرتون ما في اي شيء. اللي يبي يشوف الميزات والاشياء اللي مكتوبه عليه يصور الشاشه هذه ويقرا الاشياء دي كلها. كاتبين انه يشحن الايفون 75% الايفون الجديد، وبرضه مزامنه لو انه في الكمبيوتر والاشياء دي كلها فليكسبل، السلك ما راح ينقطع نفس الايفون والاشياء دي كلها، والريبوست والاشياء دي. يعني اللي نحتاج انه يشحن الايفون 75% الايفونات الجديد اللي كاتبين ما ادري اي نوع، تقدر تشحنه بقى وتقدر تستخدمه في الكمبيوتر تنقل بيانات والاشياء دي كلها. بس هذا اللي كاتبين هنا، مسوين تيست انه رفعوا عليه 10 كيلو ممتاز ما في اي شيء، السلك الترا نايلون كاتبين ويشحن الايفون 75%. ف توقع هذه الأشياء كلها. هنا برضو في رسالة اللي بيقراها يوقفها ويقراها، يعلمكم كيف استخدامها، انك تشحنها في الليل مثلا. في لمبة هنا، هذه اللمبة اذا كان لون ابيض يعتبر فل، واذا كانت سوليد اللي هي لونها ابيض راح يكون من 30 ل 100 يعني مشحونة كويسة، اذا كانت لا برتغالية فيعتبر الباتري بيخلص، اذا فلاشينج تسوي لون الاورنج يعتبر انه خلاص يعني الباتري بتخلص. يقول لك ما يحتاج انك تضغط الحبة عشان تطفيها، يعني مثلا تشحن بالباتري هذه تفصلها من الجوال بالحالة يطفي يخش في السليب مود. ثاني جرب الحين نفتحها كذا نحطها في الشاحن ونشوف الحين اي لمبة بتولع ولا شيء ذي كلها. مثل ما نشوف طول الكيبل 1.5 فيت ركبه في القاعدة عندي. طيب ركبته القاعدة، مثل ما نشوف الحين اللمبة برتغالية فيعتبر تولع وتطفي، فيعتبر الحين الباتري لو وقاعد يشحن، صارت بيضة يعتبر صارت باتري فول. نجرب هذا الجوال ما انه يمي قاعد يشحن، مثل ما نشوف فالحين قاعد يشحن الجوال يشحن الباتري. تجلس من النوم جوالك مشحون فول والسلك مشحون فول مع الباتري، تاخذ السلك معك تطلع تروح الدوام او اي مكان، تقدر تحطه في السياره تشحن برضو جوالك تشحن باتري، توصل تنزل الدوام تشيل معك السلك. برضو لو فصلت السلك من السياره وندخل الدوام ومشبك في الجوال السلك نفسه يشحن الجوال ما يحتاج تشبكه، يعني مثل ما نقول سلك مع باتري مع الاشياء دي كلها، فشيء ممتاز. لو بنشوف الاشياء المكتوب عليه هنا،
الاوتبوت يعطيني يعني سرعة شحن الجهاز الثاني 5 واط بس، فمش شحن سريع. والبطارية اللي موجودة هنا 2800 ملي امبير، يعتبر ممتازة، ممتازة جدا يعني. يعني بعض الجوالات يشحنوا 100%، لو ان ايفون 7 يشحنوا 100% بالراحة، او يوصل 90% يعني. فبس هذه الميزات وهذه الاشياء اللي موجودة على القطعة. القطعة ما فيها اي شيء، ما فيها تعقيد يعني. سلك مع باتري، تشحن الباتري مع جوالك نفس الوقت بطريق السلك، تفصلهم تاخذهم معك في اي مكان زي كذا. مثل ما نشوف الحين السلك مفصول لكن الجوال قاعد يشحن من الباتري نفسها. ولو حصل عندك مكان فيه شحن تركبه بس في الشاحن، وبرضو يتم جوالك يشحن والباتري قاعد يشحن فول. فحركة جميلة وحلوة، تغنيك عن الباور بانك بسلك واحد بس، وهو السلك حقك والباور بانك حقك. بس هذا اللي عندي وحبيت أوريكم إياه. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. والشركة مثل ما قلت لكم اللي حابب يبحث عنها في الانترنت، هذه الشركة، بس اكتب هذه الشركة تطلع لك في أمازون، في جوجل، في أي مكان. والسلام عليكم.